جعفر؟ نعم سيدي، جعفر أيوب الدقي. قناة أحمد. عمرك؟ أنا من مواليد حلب في سوريا في العام 78-900 وألف. كان الضابط التونسي يرقن كل ما يسمعه على لوحة مفاتيح الحاسوب. لم يكن يبدو على الرجل ما يوحي بأنه خائف أو قلق. مع ذلك فإن شرطة بن قردان على الحدود التونسية الليبية كانت قد أوقفته منذ بضع ساعات فقط. لم يكن بمفرده، بل كان مع مجموعة من المهاجرين أغلبهم من الأفارقة تسللوا إلى الأراضي التونسية. كلهم إلا جعفر أيوب الدقي قالوا إنهم كانوا في ليبيا منذ سنوات، وإنهم اضطروا إلى اجتياز الحدود بطريقة غير قانونية فرارا من الضغوط والمخاطر التي يتعرضون لها. في العام 17 و2000 لم تكن ليبيا قد تفلتت بعد من تبعات انهيار نظام معمر القذافي. الثورة التي أودت بنظام من كانوا ينادونه الأخ القائد وبحكمه أربكت الكثير في بنية المجتمع الليبي، وكانت سيئة آثارها على مئات الآلاف من المهاجرين الأفارقة والعرب الذين اضطر كثير منهم إلى الرحيل، تاركين وراءهم كل ما تملكوه بعرق الجبين. أودع أولئك المهاجرون السجن في إطار الحبس الاحتياطي في انتظار أن يحسم القضاء في أمرهم. أغلبهم قدموا وثائق هوية وإن كان أغلبها منتهي الصلاحية، ولكن جعفر الذي يقول إنه سوري من حلب لم يقدم أي وثيقة، ويدعي أن ميليشيات ليبية جردته من كل أوراقه. كانت حالة هذا الرجل الأربعيني تطرح على الأمن التونسي تحدياً واضحاً، فقبله لم يعلم القبض على مواطن سوري تسلل إلى الأراضي التونسية هارباً مما كان يعتمل في ليبيا. الأوضاع القائمة لا تتيح رصداً لتفاصيل مقامه في ليبيا، وفي سوريا حيث الحرب على كل الجبهات لا يبدو أن مثل هذه القضايا تعطى الأولوية. وفي كل الحالات فإن المرور عبر القنوات الدبلوماسية يتطلب وقتا غير يسير. لم يكن أي سوري من بين المهاجرين المتسللين إلى التراب التونسي والذين أمسك بهم في بن قردان، ومع ذلك فإن التحقيق يقتضي أن يسأل أولئك المهاجرون الذين كان جعفر من بينهم عما يعرفونه عنه. يفترض الباحثون أن تكون له مع البعض منهم علاقة ولو في المرحلة التي استعدوا فيها لتخطي الحدود، وربما كان هناك من يعرفه منذ فترة. لم يكن رئيس شرطة مركز الحدود في بن قردان مقتنعا تماما بأن هذا الشخص سوري، وإن كان في كلامه ما يحيل على اللهجة السورية. ما يهمه أن يتوفر لديه دليل قاطع على أن الرجل سوري حقاً، ولن يتأتى ذلك إلا بتوفر وثائق رسمية أو بإفادات تستقى من معارفه أو ممن كان برفقتهم. كانت التعليمات أن يسأل كل واحد من المهاجرين المعتقلين على انفراد، ثم وحتى لا يتسرب إلى جعفر ما يجري يتم إيداع كل من سئل في زنزانة جديدة. وكذلك وقع الباحثون على رجل سنغالي اسمه موسى، قال إنه تعرف إلى السوري قبل 5 أو 6 أشهر، وإن ذلك كان في بنغازي. كان موسى يعمل في محل لصباغة السيارات سنوات قبل أن ينهار حكم العقيد القذافي، ولما اندلعت الثورة ونشبت الحرب لم يعد من مجال للعمل. كان يترقب أن تتحسن الأحوال ولكنها كانت تزداد سوءا، ولم يستطع مغادرة بنغازي، وصار الرحيل بل محاولة الرحيل مغامرة غير محسوبة العواقب. تحدث موسى عن الظروف التي تعرف فيها على جعفر السوري. كان سوء الحال الذي آل إليه المهاجرون يملي عليهم تكافلا وتآزرا، فقد كانوا بين نارين. الثائرون يرونهم من أنصار النظام، والنظام يراهم ناكرين لما كان يعده جميلا أسداه إليهم. كثيرون فقدوا السكن بعد مورد الرزق،
ومنهم من كانت معهم عائلاتهم. صار المهاجرون يتقاسمون المأكل والمسكن، وكذلك انضم السوري إلى المجموعة التي كان موسى ضمنها. لم يكن موسى أول من كشف المآسي التي عاشها المهاجرون في ليبيا، المترنح نظامها والمضطرمة نيران حربها. مهاجرون من قبلهم حكوا عن كل ذلك، وتلقفت ما حكوه منظمات إنسانية، ولكن ما قاله المهاجر السنغالي جعل الباحثين في مفوضية الشرطة ببنغردان يرجحون أن يكون جعفر صادقاً في زعمه أنه سوري. في سياق التحريات التي باشرتها شرطة بنغردان تفتيش دقيق لما كان يحمله أولئك المتسللون، لم يكونوا يحملون الكثير. في الأغراض القليلة التي كانت مع جعفر اكتشفت رسالة توصل بها في مارس من العام 2011 من شخص اسمه معاذ أحمد بشير. في الظرف الذي حمل الاسم الثلاثي لجعفر، جعفر أيوب الدقي، أوراق نقدية من فئة $50 أمريكياً لما مجموعه $1,500، ونص الرسالة. بدت الورقة التي خطت عليها مستنفرة كامل اهتمام الضابط الذي فتحها. كتبت الرسالة في دمشق بتاريخ 10 من كانون الأول، أي شهر ديسمبر من العام 2010، ومما يشير إليه صاحبها ما وصفه أجواء متوترة في كل البلاد. لم يخض في التفاصيل، ولكنه لمح إلى أن الأمر ربما أخذ أبعاداً غير مسبوقة ليس في سوريا فقط. استوقف الضابط وهو يقرأ رسالة معاذ أحمد بشير إلى جعفر قضية استغرقت الحيز الأكبر من تلك الرسالة المطولة، فهو يخبره بأن عائلة أبو ليلى لا تكف تبحث عنه وتستقصي أخباره. قال له إنهم لم يتنازلوا عن مطالبتهم بالثأر منك، وإنهم يبعثون عيونهم وآذانهم إلى كل مكان فيه ذو قربى لك، وقد أرسلوا من يبحث عنك في بيروت، وذلك مما يبعث على القلق الشديد. لم يرد في الرسالة ما يفيد بطبيعة العلاقة التي تربط جعفر السوري ومعاذ أحمد بشير الذي بعث إليه بتلك الرسالة قبل 7 أعوام. لم يستغرب الضابط أن يحتفظ بها جعفر خلال كل هذه السنوات. أحضر جعفر إلى مكتب الضابط المكلف بقضية المهاجرين المتسللين. كانت الرسالة على المكتب، وإلى جانبها $1,500 وأشياء أخرى من أغراضه، ما أن وقع بصره على كل ذلك حتى ارتسمت الدهشة على وجهه. هم بالكلام ثم أحجم، قد يكون انتبه إلى أن كل زلة لسان قد تؤدي به إلى حيث لا يريد. نظر الضابط في عينيه ثم سأله عن الثأر الذي يلاحقه وعن السبب في ذلك، ولم يكن يخفى عن الضابط التونسي أن الأخذ بالثأر والمطالبة به مما هو معروف في كثير من المجتمعات المشرقية. قال جعفر بنبرة تكاد تخفي أسفا يسره في نفسه: نعم سيدي، أنا ملاحق منذ 10 سنوات، لأنني قتلت شخصا في ريف دمشق، حيث القرية التي أنحدر منها وتسكنها عائلتي من بقي منهم حيا. كان بين عائلتي، عائلة الدقي، وعائلة من القرية هي عائلة الأبو ليلى، خلافات ونزاعات قديمة حول الأرض. لم أكن أنا من بدأ هذا النزاع، ولكنني ورثته كما ورثه والدي من قبل، ووالد حسين الأبو ليلى كان في مثل سني، وكان شديد العداء لي ولأفراد أسرتي، وكنا نغض الطرف ونصم الآذان عما كان يكيله لنا من شتائم كلما وجد سبيلا إلى ذلك. كنا نتجاهله بحثا عن سلم ثبت مع مرور الوقت أنه ولا عائلته معنيون بها. كنت الابن الأكبر، وكان حسين الأبو ليلى يستفزني باستمرار، ولكن الكيل طفح لما صار يضايق شقيقتي ميسة كلما صادفها. احمرت عينا جعفر غضبا
وارتفع صوته وبدا وكأنه يستحضر لحظات الغضب الذي اضطرم في داخله هناك في ريف دمشق، ولعله نسي أنه في مفوضية شرطة مدينة بنجردان. قال: النساء خط أحمر. التمعت على جبينه قطرات من عرق. نعم، كان علي أن أنهي طغيانه، لقد قتلته من أجل شرف العائلة. نظر إلى الضابط وابتسم وكأنه يستحضر بافتخار ما قام به. لقد قتلته، ترصدته كما كان يترصدنا واحدا واحدا، ولما وجدت الفرصة مواتية قتلته. كنت قد جمعت أغراضي، وعلى مدى أيام طويلة كنت مستعدا للرحيل بعد أن أتم ما علي أن أتمه. كان الضابط يصغي إليه باهتمام، ولما أتم قصة قتله حسين الأبو ليلى مال إلى الهدوء. صمت لعدة دقائق لم يسأله خلالها الضابط عن أي شيء، ثم من تلقاء نفسه اعتذر عن انفعاله. قال إنه كلما استحضر تلك اللحظات المؤلمة كلما اشتد شوقه إلى قريته، وإنه يعلم يقينا أنه لن يستطيع العودة إليها. الحرب المستعرة هناك شتتت شمل عائلات كثيرة، وتفرق الناس على طرقات النزوح واللجوء. قال إنه لما فر من سوريا لم يفر لاجئا، وإنما كي لا يقتل أخذا بثأر حسين. توقع الضابط أن يكون مقام جعفر في ليبيا فصلا من قصة هروبه الطويلة، ولم يخب توقعه. قال جعفر إنه اختار الهروب إلى ليبيا لأنه كان موقنا بأن الذين يطالبون برأسه سيبحثون عنه في لبنان وفي تركيا ربما، وفي مصر أو في الأردن، ولكنهم لن يتصوروا أنه سيفر إلى ليبيا. بدا الضابط وقد مال إلى التعاطف مع جعفر. مؤلمة هي قصته، كما هي مؤلمة قصص الكثيرين ممن اجتثتهم النزاعات والحروب من تربتهم، ولكن افتقاده إلى الوثائق التي تثبت قطعا هويته مما يعقد أموره. وحيل ملفه على المسار الدبلوماسي أملا في أن تستجيب السفارة السورية في تونس، وإلى أن يتم ذلك فإنه سيظل رهن انتظار قد يطول. ما كان يخشاه جعفر أن تستعمل الميليشيات وثائقه في تزييف هوية تسخر للعبور إلى بلدان أو إلى مناطق تنفذ فيها عمليات غير مشروعة. بعد 3 أشهر من الانتظار تمكن جعفر أيوب الدقي من الحصول على نسخة من شهادة الميلاد. كانت الوثيقة الرسمية الأولى التي يقدمها إلى الجهات المسؤولة في بنجردان ليثبت أنه سوري، كما صرح بذلك يوم أمسك به متسللا من ليبيا. أغلب الذين كانوا معه رحلوا إلى بلدانهم، بينما باشر هو إجراءات الحصول على صفة لاجئ. حكى ذات يوم لأحدهم أنه وعدد ممن كان في جملتهم لما سعوا إلى التسلل إلى تونس لم يكن المكوث في تونس غايتهم، وإنما كانوا يرغبون في ركوب البحر وصولا إلى أوروبا. لم يتح لهم ذلك، ولكن الفكرة ظلت تراود جعفر، وقد آلى على نفسه أن يعمل من أجل ذلك. كانت الوثائق التي حصل عليها من السلطات التونسية تتيح له التنقل من منطقة إلى أخرى. جرجيس لا تبعد كثيرا عن بنجردان، زارها مرة فأعجبته، وعاود زيارتها مرات، واستطاع أن يكسب ود أشخاص هناك حدثوه عن شبكة للهجرة غير القانونية. وذات ليلة كان مع المبحرين على متن قارب للصيد الساحلي. كان محظوظا إذ لم يغرق القارب. في لامبيدوزا الجزيرة الصغيرة في أقصى الجنوب الإيطالي أمضى محتجزا عدة أسابيع، ثم أخلي سبيله بعد أن وقع التزاما بمغادرة التراب الإيطالي، ولكنه لم يغادر.